سيدنا صباح الخير. صباح الخير. وردنا خبر انه الفاتيكان والبابوية طرفت في القديسة مريم بواردي قديسة. نعم. ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ الخبر عن إعلان قداسة مريم بواردي رسميا من قبل قداسة البابا بعده خبر غير موثق رسميا. وصلت أخبار من الفاتيكان لبعض الراهبات إنه مريم بواردي الطوباوية سوف تحسب كقديسة في الكنيسة الكاثوليكية. ماذا هذا يعني؟ هذا يعني أنها ترفع على هياكل الكنائس للصلاة والتمثل بها والتشفع بصلاتها. هذا هو ما يعني أن قديسي هي القديسة، تذكرنا بوجود الله في قلب الإنسان النقي القلب والطاهر الضمير. هذا كل شيء. فمريم بواردي فعلياً معروفة عند الإسلام والمسيحيين، ما بيعرفوا اسمها، ما بيعرفوا أهلها، ما بيعرفوا أصلها، بيسموها القديسي. الجماعة طرفت بقداسة مريم بواردي بكتير قبل ما الفاتيكان يفكر انه في قديسة فعلية. فالحمد لله انه على مستوى العالم مريم بواردي الان تحسب كقديسة بينما صف القديسين الكثيرين وكخلفاء، يعني اللي اجوا بعد السيد المسيح والسيد العذراء، لان اقدس ما خلق الله، هذا حسب ما يقوله القرآن الكريم وما تعترف به الديانة المسيحية. فيقال، أنا دائما أقول يقال لأنه لا يوجد عندي خبر مؤكد من الفاتيكان شخصيا، يقال أنه قداسة البابا سيعلن عن قداسة مريم بواردي في 10 الشهر القادم، وسيعلن عن تاريخ الاحتفال الرسمي، يعني رفع صورتها في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان أمام 10,000 الناس، والبابا يقدم هذه قديستنا الجديدة، يمكن أن نصلي لله بواسطتها، يمكن أن تشفع فينا، يمكن أن تكون هي المثال الصالح لكي نقتدي به. ما عم ننتظر خطوة قداسة البابا في 10 الشهر القادم. هل سيتم دعوتكم إلى مراسم الإعلان أنها قديسة؟ أنا بالأحرى أطلب أن تسألني هل تمت دعوتكم بعد الإعلان؟ هل تمت دعوتكم بعد الإعلان؟ لا، تيسير الإعلان بقول لكم. طب هذا شو بيغير مثلا في إبليم بصفة أنه كان بيته هون في إبليم؟ هذا ما بتعلق في إعلان قداسة البابا فقط، هذا يتعلق برد فعل أهالي إبليم. هل راح يحتفلوا في هالقديسة كأنها قديسة القرية، كأنه هي اللي حبت المسلم والمسيحي، أو أنه راح نتقسم فرق فرق، كل واحد راح بحترمها بعترف فيها بعترف فيها، راح نختلف عليها ولا راح نتوحد حواليها؟ آمل أن يتفق عليها وإحنا مقبلين على السنة الميلادية والاحتفال بالعيد المجيدي. اولا كل عام وانتم بخير، واذا بتحب توجه كلمه كمان للجمهور عبر لقائنا معك. 100% إبليم عندك اشياء كثير جديده، عند رئيس جديد كمان من هني رسميا، وعن قريب في عندنا ميلاد السيد المسيح الذي يدعى امير السلام ابن الجليل. وكيف ما ممكن انه اهني كل المسيحيين بميلاد المسيح، وأصبحنا مقتنعين إحنا المسيحيين والمسلمين إن المسيح مش للمسيحيين، والعذراء مش للمسيحيين، المسيح للإسلام والمسيحيين. العذراء تكرم وتبجل من قبل القرآن الكريم ومن قبل الإنجيل، هي للمسيح وللمسلم. قديش جميل إنه في لبنان بالرغم من كل التشابكات في الأفكار والأحزاب اتصلوا إلى قرار يعلنوا يوم عيد البشارة عيد قومي في لبنان. ما أجمل الفكرة، والأغلبية في البرلمان كانوا إسلامي اللي صوتوا،
هذا شيء خلينا مع انه بعملين يطرح قضيه توحيد الاعياد وبعرفش اذا نجحتوا او ما نجحتوا بتوحيد الاعياد والاحتفال. احنا بدنا توحيد الاعياد. اعياد في بعض السلطات الكبرى عم بتحاول تفرض سلطتها تقول احنا بدناش توحيد الاعياد. هدول ما بيعبروا عن راي الشعب. راي الشعب الاكثريه الشعب نريد توحيد الاعياد. عيب علينا نضلنا نعيد لولاده المسيح اليوم وبعد اسبوع وبعد اسبوع هو بيولد بعود بولد. واللي انكى من هيك اليوم نعيد له لعيد الصليب للكاثوليك بكره الارثوذكس بعدين للارمن. يا عمي عيب عيب. مش هاي الديانه اللي المسيح بده اياها. المسيح بده تواضع حتى نجمع ما يفرقنا ولا نفرق ما يجمعنا. شكرا خالص. اهلا وسهلا فيك.